التسريبات عن تصفية القيادي البارز في حزب الإصلاح محمد قحطان، ما حقيقة هذه التصريحات؟ ولماذا لم تعلن جماعة أنصار الله عن ذلك؟ أو تقوم بتقديم فيديو مصور لتثبت أنه لا زال على قيد الحياة بهدف نسف كل هذه الشائعات، حيث كشف مسؤول حكومي عن معلومات قال إنها مؤكدة بشأن مصير السياسي المختطف لدى ميليشيا الحوثي محمد قحطان. وقال وكيل محافظة البيضاء حسن السوادي في منشور على فيسبوك إن السياسي محمد قحطان تم تصفيته عقب اختطافه من قبل الميليشيات الحوثية، وأضاف: ما عليكم معرفته فقط هو معرفة من أقدم على ذلك والمطالبه بتسليم جثمانه الطاهر لإكرامها. وأكد السوادي أن الجرائم لا تسقط بالتقادم، وتأتي تلك الأنباء مع تحركات لعقد جولة جديدة من المفاوضات بشأن المختطفين والأسرة عقب أيام من إعلان الحكومة الشرعية رفضها المشاركة في المفاوضات قبل الإفصاح عن مصير قحطان. ويكتنف الغموض مصير القيادي البارز في حزب الإصلاح محمد قحطان المختطف والمخفي في سجون الميليشيات الحوثية منذ 2015.